بص عامل شعوذة، كل الناس هنا متشعوذة، بوم طك عامل فرقعة، احنا يابا بفمنا فيه ولع شماريخ طلع دخان، يلا بينا نعملوا قلبان واختبارات بوم وفرقعة، اعمل ازعاج يابا عالسكان، اعمل ازعاج. على 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا، زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. والكلب لما بيجي بيشمها بتعمل ايه؟ بتقف هي وبتوقف دلها، بتجيب دلها على جنب. في كلاب ياما لما بتيجي كده اهو بتبقى اول حيضه ليها بتبقى النتايه مش رافضه، خايفه. لما بيجي الكلب يطلع وبيشتغل بيبقى النتايه بتتعور ساعات لان الكلب ما بيبقاش فاهم او بيضرب فيها فبيعورها. دلوقتي النتايه زي ما انت شايف عاليه عن الذكر، الذكر قصير. طيب احنا في الوقت ده بنعمل ايه؟ بنيجي نجيب حاجه عاليه كده اهو طبليه او حاجه عشان الذكر يجيب حجم الايه؟ النتايه. بنجيب النتايه كده اهو، تعالى تعالى فزع يلا، زي ما انت شايف ايدي تبقى تحت كده اهو وبمسك النتايه اهو الفرد بتاعها. يلا فزع تعالى، يلا تعالى تعالى يا فوق، يلا يلا تعالى، يلا 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 تعالى، يلا يلا تعالى، يلا 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 فوق يلا. طب ما اللي الذكر بيبقى عايز هو اللي يطلع من ايه؟ من تحت. لما بنحط له طبليه كده اهو بص، فبتستنى مع الكلب واحده واحده لغايه ما ايه؟ الكلب يبتدي يطلع. يلا يلا فسح، يلا يلا ايوه كده، يلا يلا شاطر، يلا 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 يا ابني ما دي الحركه اللي في ناس بتسال عليها ان هي بتعمل كده، بتعمل كده عشان بتبقى عايزه تتجوز. يلا فزح يلا فزح، مش عايز الطبليه ما انت قصير عليه. يلا تعالى يلا 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 تعالى يلا هو. لازم تسيب الذكر كده يفضل يشم زي ما انت شايف كده اهو عشان الذكر يطلع اهو، هو مش عايز يطلع من على الخشب اهو. الوقت ده بعمل ايه اهو؟ ارفع الذكر كده يلبسك. هنبعد كده الطبليه ونشد النتايه شويه كده اهو
عشان هو قصير ومش عايز ايه؟ عايز يروح. تعالى 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 فازع. تعالى بابا كده، يلا 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 بابا يلا 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 تعالى. ماما ما تسكت يا ماما كده اهو. بس 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 تعالى 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 تتجوز. لازم يبقى معاك واحد او نفرين، لازم يبقى معاك نفر يمسك وش النتاية ونفر يمسك معاك الكلب عشان الكلب لما يجي يطلع. فطبعا انا عشان الحمد لله فاهم وعارف فسندت ليه الكلاب، لكن انت هتعمل ايه؟ واحد هيمسك وش النتاية عشان النتاية ما تلفش كده اهو، لان يعني ممكن النتاية وهي بتلف تعض، يبقى لازم تتمسك كده اهو، وواحد يسند النتاية، لأن النتاية ساعات لما بيطلع عليها الدكر بتقعد، لما تيجي تقعد لازم واحد معاك ايه؟ يرفعها، وامسك الفرج بإيدي كده اهو، واظبط الدكر على الفرج بالظبط. الدكر بيضرب سريع أو ما بيضربش أو بيضرب بطيء، أنا بسخن الدكر. بيجي يطلع ما نسيبهوش، افضل وراه لغايه ما احس ان الكلب رش. الكلب بيخش من جوه في الفرج كله لغايه الاخر خالص، افضل وراه كده لغايه ما احس ان هو اتكبس خلاص. يبتدي يعمل ايه؟ يلاقي جسمه اللي ورا عضلات جسمه تشد تشد كده اهو، فتعرف ان الدكر كده نفخ جوه. الدكر لو نفخ وطلع والدكر هنا نفخ بره، بس العيب بتاعه جوه كده ما تتحسبش جوازه. لازم الجوازه ان الدكر يشبط زي ما انت شايف كده، بتسيب الدكر كده اهو ما لا يقل، مش انت اللي بتسيبه اهو، بيقعد من 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه حسب الدكر. ويا ربنا يا رب يسهل لكم الحال، وان شاء الله مفيش حاجه تقف على ايد اي حد، ان شاء الله مفيش حاجه تعوق حد. انا بحاول اوريكم ازاي اجوز وازاي امسك النتايه وازاي اشبط الدكر. في ناس ياما بتتصل بيا ومش بتبقى عارفه اتجوز، فانا بتضايق. فربنا المستعان يا رب، ويا ربنا يا رب نكون عرفنا نفيدكم. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. النهارده نكونوا استمتعتم معنا، والى هنا يا سادتي وسادتي، استمتعنا كابتن اليوم، والى اللقاء.